الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين تنظم حاليا المؤتمر 13 لاتحاد المهندسين المعماريين الأفارقة بمدينة الرباط أيام 4 و5 يوليوز 2022 ويندرج هذا ويتم عقد هذا اللقاء تحت عنوان المهندس المعماري والتحديات الجديدة للقارة الإفريقية. وسيتم من خلال هذا المؤتمر عقد عدة ندوات علمية ينشطها عدد كثير من الخبراء العالميين والأفارقة والمغاربة، وسيتم من خلالها إبراز القدرات والإمكانات العلمية والثقافية للخبراء المغاربة كذلك التي تتماشى في مع التوجهات الملكية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل الانخراط في تبادل بين الدول الأفارقة وتنمية العلاقات والثقافات وتبادل الخبرات بين جميع الخبراء في ميدان الهندسة المعمارية وخاصة الهندسة المعمارية والتعمير في البلدان الإفريقية. لا يهم فقط المهندسين المعماريين، وانما هو موضوع اقتصادي يهم يعني عدد كبير من القطاعات سواء في المغرب او عدد كبير من الدول لا، ولكن حنايا في الهيئه الوطنيه للمهندسين المعماريين نقوم من خلال هذه اللقاءات حقيقه بمناقشه الوضعيه من اجل يعني الوصول الى حلول يعني واقعيه تتماشى مع المتغيرات الاقتصاديه الحاليه من خلال استعمال يعني عقلاني للمواد المستعملة أو من خلال يعني المساهمة في إعطاء الآراء والأفكار التي من الممكن أن تؤدي إلى يعني وجود إيجاد حلول لهذه المعضلة من خلال طبيعة الحال مساهمة المهندسين المعماريين الذين كما تعرفون هم رجال الفن ورجال العلم ورجال الثقافة. دونك بخبرتهم وبمساهمتهم في هذا المجال يمكن أن يساهموا ولو بقدر قليل في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكالية العالمية. حقيقة هذا موضوع ليس يعني من اختصاصات المهندسين المعماريين، وإنما المهندس المعماري يكتفي بالدراسات وبإعطاء المنظور العام لإنجاز المشروع من الناحية التقنية والمالية، ولكن من ناحية الإنجازات والإكراهات الأخرى التي لا تدخل في مجال اختصاصه ربما تكون إكراهات أخرى هي التي تؤدي إلى توقف هذه المشاريع، خاصة من الإكراهات التي تعرفون هذا الطابع العقاري أو المالي بالخصوص. هي دورات تتم بتداول بين دول القارة الإفريقية، وكل مناسبة هي يتم فيها بطبيعة الحال تناول مواضيع آنية التي تهم يعني المهندسين المعماريين والمهنة ومزاولة مهنة الهندسة المعمارية بصفة عامة في الظروف الراهنة. دونك أكيد أن هذا الملتقى سيتناول الإكراهات الحالية التي تتمثل في غلاء المواد الأساسية و يعني الإكراهات الحالية المرتبطة يعني بالوضعية الاقتصادية والثقافية العامة التي تسود حاليا القارة الإفريقية.